هذه احتفالية كبرى نظمتها على جميع مكونات مدينة مراكش بكل أطيافها السياسية والاقتصادية الاجتماعية المدنية الإدارية، وذلك بمناسبة نجاح كلمة المناخ، وكذلك يعني شكر لجلالة الملك محمد السادس نسأل الله على إثر البيان الصادر عن الديوان الملكي، والذي أشاد فيه جلالة الملك بروح سعيدة جماعية التي عبرت عنها الساكنة ومساهمتها الإيجابية في إنجاح جميع مراحل قمة المناخ التي عرفت حضورا متميزا لقادة من العالم وكذلك من شخصيات سياسية واقتصادية من مجتمع دولي عالمي. وقد أكدت ساكنة مدينة مراكش على التحامها بالعرش العلوي المجيد وبإنجاح هذه القمة كما أشاد بذلك جلالة الملك. شكرا.